عايز اطمنكم يعني احنا على قد ما نقدر النهارده حاولنا. كان معايا 9 غطاسين في الفريق بجانب كل الصيادين اللي هنا وبتوع الانقاذ واهل بلطيم واهل كفر الشيخ والبحريه وحرس الحدود، كلهم كانوا بيساعدوا معانا النهارده ان احنا بنبحث عن النور. طبعا النهارده احنا حاولنا لكن ما حصلش نصيب. ليه؟ بحر مازال عالي، زي برضو في اسكندريه بنحاول نطلع شادي في النخيل، برضو البحر عالي مستني البحر ينزل في بلطيم وينزل في النخيل وباذن الله هنلاقيهم بسرعه. فبالنسبه لبلطيم احنا انا بناشد كل يعني اهل نور واهلنا في بلطيم واهلنا في كفر الشيخ وحرس الحدود والسواحل والبحريه ان هم يدوروا معانا على سطح الميه، لان احنا النهارده احتمال يكون على سطح الميه واحتمال يكون تحت الصخور. بالنسبه لسطح الميه احنا بنعتمد على الناس اللي هم بيدوروا، ممكن يظهر راس البر، ممكن يظهر في جمصه، ممكن يظهر في دمياط في بورسعيد، لان هو الريح جامد جدا النهارده، طبعا جامد من يوم الجمعه من ساعه ما غرق نور. فربنا يسهل. دي بنسبه 40-50%، وبرده بنسبه كبيره اللي هي 50% ممكن اكتر برده ان هو يكون تحت الصخور، لان احنا زي ما قلت لكم قبل كده ان الغريق بيقعد 3 ايام وجثمان بيتنفخ. النهارده بكره الفجر يبقى بقاله 5 ايام فوق ال 3 ايام، يعني اليوم الثامن. ف 90% هو طالما مش على سطح الميه يبقى في الصخور. النهارده اجتهدنا على قد ما نقدر احنا وكل اهلنا في كفر الشيخ ان احنا ندور على جوه الصخور، يمكن الريحه تبان، ما لقيناش. فربنا يسهل، احنا منتظرين برده بندور بين الصخور، الناس بتدور على سطح الميه. عشان كده انا بناشد حرس حدود والسواحل ان هم بالليل هم بيبقوا متواجدين اكتر مننا، يحاولوا يدوروا على سطح الميه يمكن يظهر لوحده. واحنا باذن الله برضو بالنسبه لاهلنا في كفر الشيخ يدوروا يحاولوا يشموا الريحه، واحنا كغطاسين اول البحر ينزل هيبقى موجودين باذن الله بكره الصبح او بعده حسب ما البحر ينزل، كلنا هيبقى موجودين باذن الله. وطبعا في اهم حاجه انا بطمن اهل نور، وطبعا بطمن كل اهل مصر ان نور شهيد، وبرضو شادي الله يرحمه في النخيل شهيد، خصوصا قال الغريق شهيد، فهو شهيد عند ربنا. احنا بس نفسنا ان هو يتدفن عشان يريح قلب اهله اللي في بلطيم او اللي في النخيل. فربنا يصلح حالي يا رب. هو طبعا كل واحد يطلع في ميعاده، احنا بنسعى وباذن الله هنسعى لغايه ما يطلع باذن الله.